كم مرة حبيتي؟ أنا؟ ولا مرة. ولا مرة؟ أوكي. هو حب حياتي حمودو بس. الله يحفظه. إيش قد كان أجرك بأول حفلة سويتيها؟ أول حفلة لي؟ أي. ما أخذت شيء. ولا شيء؟ أي. أريد أوصل. ثاني حفلة. أول أجر أخذتي إيش قد كان؟ أول أوكي. أول أجور كانت لي 100 دولار. زين مقارنة بالبقية، أكو ياخذون أقل، أكو عشاء ويطلعون. شنو؟ أوكي. السؤال القادم، رحمة رياض صنفت نفسها أنها نجمة العراق الأولى. من تقييمك أنت صنفيها بأي رقم؟ الأولى، الثانية، الثالثة؟ هذول نجوم كبار وفنانين، أنا ما أقدر أقيم أحد. ذوقك؟ إذا ذوقي أنا كلش أحبها وأحب صوتها. تعطيها الأولى؟ كلش راقية. أي. شذا حسون أصيلها مين؟ وين يروحون؟ ما أعرف، بس أنا أحب صوت رحمة أكثر منهم؟ لا 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 لا، يعني هم أصواتهم كلش حلوة وأكيد هذولا يعني نفتخر بيهم. بس يعني أنا كقريب إلي رحمة وأصيل. شذا ما أعتقد، ما سمعت له. ما سامع شي شذا؟ لا. هسا أنت حاليا نبهتني على موضوع إنه تسمعين شذا؟ أسمع شذا. صوت جميل شذا كلش. شلون يعني كلش دي يقولون؟ اي دي يقولون. انا اسمع، خليني اكمل. كملي. دي يقولون يعني اسمع انه شذا حسون، شذا حسون صوت حلو كذا. زين. حافظ شيء الرحمة او الاصيل تسمعينه؟ انت يمكن هواي غنيتي الرحمة، بس الاصيل ما مغنيه صح؟ اصيل ما مغنيه. لا صحيح. اعطينا مقطع هيك من اغنيه الاصيل. الاصيل يا لها هواي اغاني حلوه. سر الحياة اللي تفاجئك. سر الحياة. لو فكرت ونسيتك، لو قلت ما حبيتك، المن أحب هاي الناس ما بيها من حنيتك، ما بيها من حنيتك. أوكي. الله. دلال يعني هي صراحة صوتي بعيد عن صوتها كلش. صحيح. حتى الستايله ما دا اقدر. لا بس ابدعتي كالعاده.